السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده كاسة سانيو بحالتي الجديد اهوت، كاسة سانيو الموديل بتاعه M4500K، عبارة عن راديو اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت مزود باتنين عداد اهوت تحت الباب. الجهاز دوت لونه رمادي في اسود، ونشوفه مع بعضه. زي ما قلنا الموديل بتاعه M4500K، طبعا صنع في اليابان. This cassette is Sanyo راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل M4500K، M4500K ميد ان جابان. ثانك يو. يترك العالم أجمع من حوله. متخصصين والخبراء بيتوقعوها إن شايفة أي تعليقات من أي ومثل اللي زاغوا هيك عيني، يعني اتكلم فيها أو فيسبوك. بفكركم بسؤال مسابقتنا. إشارة أولا بأن الخوف هو الموضوع الأهم الذي ما لا 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 ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسرعة يرجع. عيبة ولا رومانسية؟ طب سمعتوا ايه الايام اللي فاتت؟ طب مستقبلية ام الحتو بر كل الدول الاعضاء زي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ثانيو متعدد راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو وشريط كاسيت. الموديل بتاعه M4500K، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is Sanyo model M4500K، راديو اي ام اند اس اند اف ام اند اس دبليو اند تيب ميد ان جابان. ثانك يو.